السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوان تمام جبتكم اليوم مقطع جديد. شنو المقطع اليوم؟ رياكشن على مين؟ على واحد ممكن تجيكم سماجة الكرة الأرضية وغثيث. من هو موغلوك؟ كيف بس عشان الحقوق؟ لا نزل أشياء كذا تقد، وهو طبعا أكبر ديو طاهر القلب نقي الله يلعنهم، يعني استغل أخته يسس، هو استغل الكامل عنده أخ شلوت الله يلعنه. أنا سمعت، أنا ما سمعت، سلام برخ خلنا ندور معلوماته. فنان ميسي يرجع راح بس اسمه الحقيقي محمد اسماعيل بيرغداد، اسم الشهرة مغلوز، اسم الاب اسماعيل، اسم الام قيران، عدد الاخوة من الاخت، اخت واحدة باريسة، اثنان غير معروف هويتهم ايراني. انت والله العظيم تخس انك مسلم، يعني طلع لي كذا معلومات عنه انه محمد اسماعيل مدري وش، امه معروفة هذه اتوقع اسمه باريسة، مدري ايش اسمه بس يمكن اسمه باريسة اخته، هذه من امه قال مسلم قال شبه كذا كمان. ترى يا عيال هو مو غير مسؤول عن ايش، لان هو بل يلا يعرف عربي. المشكله مشاهداته مره كثيره، الناس قاعده مره تعصر فيه تعصر فيه تعصر فيه لحد ما صار اوف. يعني المقطع اللي فيه اخته غير لائقه او بيسان، المقطع فوق 2 مليون، فوق 3 مليون يا رجل. البقاء على قيد الحياه لمده 24 ساعه في الصحراء، نشوف وش راح يصير. بيسان حب بيسان مين؟ أنس حب وحياته هذه الشغلات تافه والسمان. شوف هنا يبي ينط قبل ما تنكب المية. يلا اخت تشبه دورة الخير، الله يصب وجهك بخير والسمان يا رجل فقعدنا. اليوم نحن بالصحراء دبي وعندك 24 ساعة عايش هون، الدنيا مطر وراح ننام هون، ممنوع نروح. الليلة راح يكون في اكشن، كونوا جاهزين لبيت اليوم. بالليل ما بتخافي؟ لا ما بتخاف لا. شمشح هو اللي يخاف، كم ما بتخاف بالليل؟ انا هاي عجبتني اعطيها شوي. 100 كيلو وزنها. اذا واحد سوى الشبيح هاي وي وي ليتس جو صدق الفلوس خير انفوس. شوف الحين بعد الساعات الشمس بتروح، لازم بتروح مكان وبتسوي خيمه، بتسوي كل شيء. اوكي جايز احنا هلا رايحين ندور على مكان عشان ننام فيه بالصحراء. جايز الحين كلنا لازم بتروح لمكان يعني فوق، لانه انا بخاف يعني هذا. انا هذه اللكنه تعجبني جايز، ضحك بتنام تحت ممكن في حيوانات وشيء، انا بدي اروح يعني أقضى تحت ممكن في حيوانات وشيء، أنا بدي روح يعني أقضى. أنا بحكي هذا المكان حلو. إيه بس راه هذا مكان حلو يعني فوق شوية، يعني ما في حشرات ما في حيوانات. خد لانا لا 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 برد، أنا ما بخاف على لانا. أوكي جايز أول شيء بيقدر لانا حطوا خيمة. أوكي شو والله كبير، انا فكرها تصغير. يا ولد انا اسف، يا ولد لا تنرفزني يا ولد. شفت يا رجل اهل الصحراء والمسلسلات اللي تجي فيها تاريخيه واصل كلها بالاردن يا رجل. طيب بليسك من الزلمه فكرها تصغير. لا ها خيمه بروفيشنال، خيمه اول مره ثانيه. يلا يلا يا حمار يا حمار يا حمار، لا ما تجي يا ثور. قعدت جوات الخيمه، جو كثير برد، خيمه قاعده تطير يمين ويسار. يلا يا جماعه الخير. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين الخيمه بتروح يمين وشمال، ما بزبط هيك، لازم نثبتها جوا الارض هيك. اوكي شو هذا؟ اوكي هيك الحين بتسوي كل الخيمات، الحين لازم تواليت. هون حمام. يلا وين الحمام؟ لا جايز هالحمام يعني مشكل، يعني ممكن انت بتروح مع حمام زي ما انتم شايفين. ممكن انت بتروح مع حمام، هذا بعدين بترجع. حبايبي هاي هون عندنا حمام، وهاي الجرة، وإذا كانت الريحة كثير بتخنق فيهم شباك، يعني انت هواي. طب سكر بسرعة أنا مش قادر. سكر والله ما أقعد، والله ما أقعد، ينطوني مليون ريال يا رجل. يلا زي ما انتم شايفين حبايبي. اسمعوا عشان الحمام خربان مش راضي يزبط، اي واحد بده يعملها حاله او يستعمل حمام احنا كلنا بنخمم. ايش رايك نروح ورا الشجره عشان الهواء؟ عشان هواء ولا حمام؟
عشان الهواء. انا فكر حمام تقول صح حمام هني. في حد بتروح حمام هني؟ ايه والله يا شوف. لا يا بني ادم هذا خرا، هذا المنشا درويش انت. شوف الحين عندك خيمه، عندك كرسي، عندك كل شيء، بس شو بدك كمان؟ بصراحه ما بدي صحرا، بدي مسبح. مسبح؟ انا عندك مسبح جايز، انا عندك مسبح. مسبح يعني انا اكرهه اصلا من الله كذا اكرهه، انا هذا الوحيد هذا اللي اكرهه شخصيا، شخصيا اكره، فلا تكره حسابات من اللي هذا اكرهه. بشوفه بالله بيسوي شيء، بشوفه بيسوي شيء. 2000 years later. خلاص شفت يعني ينرفز ابن الحرام، ينرفز ينرفز مره. شوف حولت سيارتي الليموزيني ليموزين الى مسبح، سبحنا فيه دام في انا راح نعمل اللوماسين مسبح. يلا سوبر اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، كيف حطيت الحجر؟ اوه ماي جاد جايز، اوه ماي جاد. وما عساس خطيبتك مدري حبيبتك، الله يلعنك يا رجل، شرفك وين؟ اوه ماي جاد شرف قاعد يسكت. اوه ماي جاد العيال، انا قرفت، انا من مقطع واحد قرفت، انا هذا الشيء جدفني. طبعا بيسان على اساس انه اخته مسلمه يعني ماشي، بيسان الحين لا اعتب عليها لانها اصلا من طائفه ثانيه، من طائفه درزيه، استغفر الله العظيم. انا من طائفه الموحدين دروز، وطبعا انا بتشرف بهذا الشيء. طبعا انس من الله عبد المصاري اشرام مليون، طبعا هذا مسوي حاله مستر بيست العرب. شوف سوى اكبر لعبه حبار في العالم العربي 50,000 دولار. طبعا هذه سواها مين؟ مستر بيست، مستر بيست، لكن سواها مستر بيست على ما ادري كم الف دولار. والله اني ناسي حرفيا اول مقطع امريكي كذا اشوفه كامل على 456,000 دولار. المقطع من سنة جاب 376 مليون دولار، لا مليون مشاهدة. هو من سنة تقريبا 14 مليون، وهذاك 456، هذا حتى مو 56، 50 بس. هذا الزلمة ما عنده مصاريف، ايش يريد نسوي؟ الله ينعم ابوكم على هيش مثام نيلات، برهم على الراوي معهم. صباح الخير. يعني انا سمعت على حسب ما سمعت انه كل ما زاد التشجيع زادت الفلوس، يعني مثلا قال السلام عليكم صفقوا له وضحكوا شيء اعطاهم 10,000 دولار. اللي منتج المقطع يحط اشياء كذا تنرفز. اليوم عندك فيديو مجنون مع كل شايفين؟ اليوم انا عندي اذا ضرط صيح فيديو كثير مجنون. اوكي بتشوف عندك دائرة كبير وعندك كثير يوتيوبرز. اوكي و في جائزة اكيد، في تحدي وفي جائزة. اوكي طبعا يا جماعة انتم شوفوا التحدي قبل، شوفوا التحدي هذا قبل صفر عليه. انا بدي اشوف هذيك مين، هذه بدي اشوفها مين. هذا التحدي يا جماعة، اخر واحد يطلع من الدائرة، اخر واحد يطلع من الدائرة حصل 100,000. برون تحس مغصوب. اوكي جايز، بس في قوانين. اوكي القوانين يا جماعة ان ما حد يقدر يلمس الشخص. الحمد لله. بيبي شو اسمك؟ خليفة. خليفة انت بتفوت. اوكي قول لهم انا بفوت. انا بفوت. اوكي جايز كلكم جاهزين؟ جاهزين. يلا. ما يعرف اني انا احب الفلوس. ايه ابراهيم. حبيبي انت مسخرة وبتطلع. كيف يعني مسخرة؟ بتطلع برا قريبا ان شاء الله، الفلوس حقي كلها. ما شاء الله الواحد مين يعرف يسوي حرام. كندي. انا بحوت بعد بحداني كندي. جو او 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 اوكي صح، الشغله مش بالحجم. اوكي الشغله بال شوف يا جماعه الحين بطلع. لا 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 يا جماعه الحين بطلع. عند ربك فرهم ما كلك. ليش يا اخي جبت لنا بنات نعرفهم؟ ليش ما جبت على الاقل بنات ما اعرفهم اتعرف يعني القى فرصه؟ القى فرصه يا المغاربه يا اخي، لازم تحطون ترجمه يا اخي استغفر الله. يعني والله ما ودنا مره شيء كذا ينرفز، ما تفهم عني يوم ولا حد شيء يقول. بدي اعرفها قبل ما اعرف اختي الكبيره. سونا اكثر وحده مرتاحه بما انه قررت مقعد، اما هم بالشخص رو لانه كلهم واقفين. مو على فكره ترى انت قاعد توترنا، ها في شيء في تحدي؟ صح يا رجل انقضى وحط راسك ونام حرفيا تكسب 200. انا هذه التحديات احبها اوكي، اللي فيها اخر شيء انا ما عندي مشكله، انا من الله احب التحدي ماشي. ايش لي ماشي انا قلنا راح اقول كلمه ما ادري في تحدي. في تحدي يا
ورا. يلا خلينا نلعب. لحظة لا كارولين لو ربحتي فلوس شنو مستعملين؟ والله عندي بيت هلا حاليا سو نحط اجيب عفش بيت. اوكي منطقي. يس منطقي. طبعا هم ما يعرفوا اني حاليا انا قاعد ارتب اموري. انا اكثر واحد عنده واسطه في هذا المكان فالحين برتب كرسي حق نفسي وكون مرتاح. لا اول ما اطلع برا اطلع برا يا حبيبي يا حبيبي هذا لا ما خسر اكيد بفكر اي هذا بتفوز. انا حاسه انه خلوه فرد طفل صغير اما شايفه فما غشيش كندي جايب كرسي والله انا زعل بكي لهالك وجروب وجروب يعملوا في خطه اما الخطه فاشله ما في هذا اجد بتهب بكي يعني نفس سكويد جيم يعني انت اي سكويد جيم اي شيء يا عرب سكويد جيم طلعت مره حلوه مره حلوه حاطينها في الاتل العالم كله مين انا اللي نربح في الاخير اها ما في درينك انا جيتك اعطيتك شويه اوكي فلماذا يا اخي لماذا اخذت ما ضربني لا 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 زي هذه التحديات لازم يمنعون عنهم الاكل والشرب لان الواحد مستحيل يظل اكثر من يوم كامل بدون شرب بيطلع الجو والله حكيته راح يجيب لي مخدم بخور طبعا قصدم ريحتك خايسه عشان خاطر اوكي جايز اذا بتشوف الحين عندي 15 ترامبولين اوكي وها اول تحدي اوكي كلكم بتروح لواحد بس انت متين الحمد لله يلا 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 كلكم لواحد يلا اوكي طبعا تعرفون لعبه الريد لايت جرين لايت صح بس فيرجن جديد تقدرون ما تنقزون تقدرون تمشون عادي ولكن اذا قال رد وانتم في الارض اوكي كلكم جاهزين؟ جاهزين اوكي جرين لايت شو اسوي؟ يلا يا اخي يلا 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 لازم نتحرك شو اسوي؟ كل شيء خايفه لا 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 اوكي ريد لايت بكي شو ها؟ اوكي قوانين لازم بالواحد ترامبولين اوكي قانون جديد اوكي جرين قوانين جديد واذا ما تعرف الله وين حاطك هذه انا لما نلعب كذا كل خمس دقائق احط لي قانون جديد نلعب اون وكل خمس دقائق كذا المهم انه انا افوز لايت والله انت برا اوكي جايز كلكم خلاص خلاص التحدي يلا انا بشوف فيديوهات مو على اليوتيوب تمام انا بفكر انه كذب بس جد حقيقي الكلمه عم يقدر يطلع تمام وانا اولهم عملت التحدي الثاني مشان ما اطلع وفعلا يعني لو طلعت كان طلعت كان الشيء اللي انتم كلكم خايفين منه مو مفتح قناه هذا اللي سولف عنه نعم تحدي شد الحبل اوه ماي جاد لازم يطلع الفريق كامل طبعا يلا 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 انا قويه صراحة تعبت سمعت too hot for me مبروك علي ماشي 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 البيبي عنده فلوس أكثر مني وبكي سوري شكرا يس يا جماعة اللي طلعوا كل واحد فيهم حصل $1,000 اللي الحين بيطلع صدق بيحصل $2,000 اوكي انا طالع والله طالع يلا والله لا لا برو كندي مين بيخسروا هذا؟ جايز برهم ساوند افكت كلهم عندهم خرا ضل هون وانزل معهم يلا روح بابا خالد وي ويز ماي موني برو اوكي اي 30% اوكي جايز شوف ها فيديو اليوم اذا بتحب فيديو اشتراك بالقناة سبسكرايب لايك وكل شيء قبل اشتراك وين فلوس يا حبيبي؟ اي لا فلوس يعني جايز اوكي ها مال كندي يعني بس الف اوكي اي جايز كارولين بس الف جايز سوري سوري كارولين سوري كارولين هدي كم جايز وعندك هدية لبيبي اوبن 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 افتحها خلينا نشوف الولد عنده هذه اكثر من افضل من كل الفلوس اللي اعطيته اياها شكرا شكرا شكرا
خلاص انا تنرفز ليش ما ادري بس جاز اوف يا رب تصير يزبط حرفيا 35 دقيقه من المسابقه ف اوكي عيال انا القصه هذه مختاتس لايك واشتراك سبت موجوده في صندوق الوصف و اي لاف يو سو ماتش صلوا على النبي و مع السلامه